رجل دخل مكة بعمرة ووضع على رأسه غطاء لأن في رأسه مرض، وأيضا يوم عرفة سوف يضع الغطاء على رأسه، فما الحكم؟ هل عليه ثلاثة ذبائح أم ذبيحة واحدة؟ إذا احتاج المحرم إلى أن يغطي رأسه من أجل مرض أو جراحة في رأسه تحتاج إلى غطاء فلا بأس بذلك، يكون عليه فدية، يكون عليه فدية يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو ذبح شاة، هذه فدية تغطية الرأس، يخير فيها بين أحد ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وإما أن يذبح شاة ويوزعها على مساكين الحرم، على فقراء الحرم، ويغطي رأسه للحاجة، ما في بأس. وإذا غطى رأسه في العمرة وغطى رأسه في الحج فيكون عليه فديتان: فدية عن تغطية الرأس في العمرة، وفدية عن تغطية الرأس في الحج. نعم.